المباغتة له مع بداية الشوط الثاني. أبو كيشك من جديد، أبو كيشك كعبه حلو اللعبة، تسديد عرضية، فرصة مرة ثانية، الخطورة وكرة، الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الأردني. المنتخب الأردني يقلص الفارق، هدف جاء بأسلوب رائع، حسن عبد الفتاح يقلص الفارق. كرة كانت بمنتهى الروعة، بدأت من مؤيد أبو كيشك في أقصى اليسار، وحسن عبد الفتاح يحرز الهدف الأردني الأول. شاهد، هذا هو أبو كيشك، حلوة لعبته، وعرضية من أقصى اليسار، والمتابعة مرة ثانية، وبرافو لحسن عبد الفتاح، لعيب والله، لعيب يا حسن. إذا حسن عبد الفتاح يقلص الفارق إلى هدف، شاهد بالعرض البطيء، كرة في الزاوية البعيدة. إذا من ثاني كرة خطيرة أردنية، يتم تقليص الفارق إلى هدف، يتم تسجيل الهدف الأول الأردني، شاهدوا بالعرض البطيء، هذا هو الأصول، هذا هو